بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنقدم طبق جديد من أطباق فندقية، وطبق مهم جدا اللي هو الكريم كراميل. الكريم كراميل من الأطباق المحببة جدا لما بيتسوى ويتقدم بطريقة مظبوطة. مكونات: الأول بجهز الكراميل. الأول الكراميل عبارة عن 1 كوباية سكر ونص 1 كوباية مية، بحط معاها سنة ليمون، وبتغلي على النار لغاية ما تجيب الايه اللون الذهبي. وعندي مقادير الكريم كراميل: 4 بيض، نص لتر لبن، مبستر او مغلي، بس يكون بعد ما يغلي يكون يتبرد، و200 جرام سكر وسنة فانيليا. هنبدأ هنا نجهز براي كريم كراميل اللي بيتكون من 4 بيض. نزلنا بالبيض أول خطوة، نقلبهم خفيف كده، وننزل عليهم باللبن، نص لتر لبن. الأول يفضل البيض مع اللبن قبل السكر عشان يختلطوا مع بعض بدرجة كويسة، مش فيها كلكية يعني. بعد كده نضرب، نلف مع بعض بالمضرب لغاية ما يتم الاختلاط. اختلطوا مع بعض، البيض يخش مع اللبن. بعد ما ضفنا اللبن والبيض، نص لتر اللبن و4 بيض، بضيف معهم 200 جرام سكر، وأقلب وأحط سنة فانيليا. طبعا الكريم كراميل مهم جدا مع الفانيليا عشان يغطي البيض. الكراميل اللي كده محطوط على النار، طبعا زي ما قلنا 1 كوباية سكر ونص 1 كوباية مية ومعاها سنة ليمون، بيخليها تغلي على النار لغاية ما تاخد اللون الكريم كراميل الذهبي أو الأحمر الفاتح. الكراميل بعد ما جهزت وخدت اللون الذهبي على النار، نبدأ نصبها بحرص شديد جدا في الفرم. كل فرمة هندي فيها نسبة صغيرة خالص من الكراميل كده، بنستنى لما تاخد اللون الذهبي او المحمر الخفيف، لكن ما نزودش اوي التسوية بتاعتها عشان ممكن لو زادت ممكن هي بتمرر بعد كده. وكده هو تقريبا بدأت تاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. ودي الفرم، اي فرم احنا ممكن نصب فيها، نحط شوية صغيرة كده في قاع الفرمة. اللي بعديها نبتدي نحاول نفردها، يعني لو شويه صغيرين كده، بعد كده لازم الكراميل تاخد كل القاع بتاع الفورمه كلها. يعني ده بعد كده ده اللي بيبقى الوش بتاع الكريم كراميل، ده الوش بتاعه. احنا كده بالصوره دي كده الكراميل كلها نزلت على الفرم، نسيبها تبرد شويه، نوزع الكراميل كده عشان تبقاش منطقه منطقه، كل الكراميل تكون متوزعة. نسيبها تبرد شوية. نبدأ بعد ده الأبراي بتاع الكريم كراميل اللي بيتكون من البيض، 4 بيض وميتين جرام سكر ونص لتر لبن وفانيليا. الكراميل اللي بعد عملناها بنسيبها تبرد شوية، بتيجي تمسك في الفرن بالشكل ده كده. دي الكراميل، نحط الكريم. صغيرة برضه التسوية بتاعت الكريم كراميل مهمة جدا. لما بتدخله الفرن لازم يكون فيه مية، الحمام مية، كمية مية مش كتيرة، كمية كده
تكون ايه مناسبه للفورمه، نملاش قوي، لان الكريم كراميل بيتسوى على تسخين الميه دي لما ادخلها في الفرن. التسخين ده هو اللي بيسوي الايه كريم كراميل. بحطه في فرن متوسطه، يعني تقريبا ممكن من 160 درجه، والاحظه كل شويه وبشكله كده سايل كده، بعد التسويه بيمسك وعامل زي ايه زي الجيلي. وبعد كده يعني ايه لما يوصل التسويه بعرف التسويه بتاعته من ايه من الشكل، حرك الفورمه كده، لو ما بقتش ثبتت يبقى ايه التسويه بتاعته. ممكن بعد كده ايه ممكن احط السكينه في الوسط برضه. شكل الكريم كراميل اللي بعد ما طلع وخد الديكور بتاعه، ممكن الديكور بتاعه بيمشي بالكريمه، ممكن ياخد لو في فاكهه ممكن بالفاكهه. الكريم كراميل من الاطباق المحببه جدا وبتطلب كتير، وان شاء الله يكون طبق يعجب حضراتكم.